الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباد الذين اصطفى وبعد. أهلا وسهلا بكم طلابي طلاب الصف الثالث المتوسط في مادة الدراسات الإسلامية. سنبدأ في قسم التفسير الوحدة الأولى الدعوة إلى الحق. في هذه الوحدة سنتحدث عن تفسير سورة الحشر، بعض الآيات من هذه السورة. أول شيء الدرس الأول تفسير سورة الحشر من الآية رقم 9 إلى الآية رقم 10. الله عز وجل في هذه الآية قسم المسلمين إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول المهاجرون الذين هجروا من مكة إلى المدينة وتركوا ديارهم وأموالهم وهجروا بدينهم إلى المدينة، وقد ذكرهم الله تعالى في الآية الثامنة من سورة الحشر. أما القسم الثاني هم الأنصار وهم أهل المدينة، والقسم الثالث التابعون لهم بإحسان إلى يوم القيامة. وهذان القسمان الأنصار والتابعون ذكرهم الله عز وجل في الآيتين الآتيتين. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. في هذه أو في هاتين الآيتين الله عز وجل، شباب، في هذه الآية والذين تبوأوا الدار والإيمان، ما معنى تبوأوا؟ ممتاز، اسمعوا معناها سكنوا، ممتاز. والذين تبوأوا الدار والإيمان المقصود بهم هم الإيه؟ أهل المدينة، هم الأنصار. تبوأوا الدار اللي هي دار الهجرة المدينة، من قبلهم يحبون من هاجر إليهم اللي هم المهاجرون، خلاص يبقى الأنصار يحبون المهاجرين. ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، خلاص يعني حاجة يعني غلا ولا حقدا لهم. ويؤثرون على أنفسهم، يفضلون هؤلاء المهاجرين على أنفسهم حتى إذا كان بهم فاقة وفقر. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم البخل، فأولئك هم الإيه؟ المفلحون. أما في الآية العاشرة شباب يتحدث الله عز وجل عن التابعين. والذين جاءوا من بعدهم يقولون، هذا هو صفة هؤلاء التابعين، ماذا يقولون؟ ربنا اغفر لنا ولإخوة، يبقى يدعو لأنفسهم بالمغفرة، وكذلك لا ينسوا إخوانهم الذين سبقوهم بالإيمان فيدعو لهم أيضا بالمغفرة، ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا ولا حقدا ولا حسدا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سنتعرف على سبب نزول هذه الآيات. كما جاء في حديث أبي هريرة قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أصابني الجهد، فأرسل إلى نسائه فلم يجد عندهن شيء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا رجل يضيفه هذه الليلة يرحمه الله؟ فقام رجل من الأنصار فقال: أنا يا رسول الله. فذهب إلى أهله فقال لامرأته: ضيف رسول الله لا تدخريه شيئا. قالت: والله ما عندي إلا قوت الصبية. قال: فإذا أراد الصبية العشاء فنوميهم وتعالي فاطفئي السراج ونطوي بطوننا الليل. ففعلت ذلك، ثم غدا الرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لقد عجب الله عز وجل، أو ضحك من فلان وفلان. فأنزل الله عز وجل: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هناك بعض المعاني الكلمات شباب، تبوأوا أحسنتم، سكنوا وتوطنوا، خصاصة أي حاجة، شح النفس الشح والبخل مع الحرص الذي يحمل الإنسان على منع الحقوق الواجبة في المال، ممتاز. طيب إيه فوائد هذه الآيات يا شباب؟ والذين تبوأوا الدار أي سكنوا دار الهجرة وهي المدينة، والمراد بهم الأنصار، والإيمان أي لزموا الإيمان، يعني أصبح الإيمان يسكن في هذه القلوب. من قبلهم أي من قبل قدوم المهاجرين إليهم، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة معناها غيظا وحسدا، مما أوتوا أي مما أعطي المهاجرون من مال الفيء وغيره. ويؤثرون على أنفسهم، يقدمون إخوانهم المهاجرين بالمال على أنفسهم. خصاصة معناها ممتاز، فاقة وحاجة للمال. ومن يوق شح نفسه،
من حفظ من الحرص على المال الذي يحمل على منع الحقوق الواجبة في المال، فأولئك هم المفلحون أي الظافرون بمطلوبهم. فوائد هذه الآية شباب، اللي هي الآية 9، بيان فضيلة الأنصار، ووصفهم الله عز وجل أن الإيمان بالله تعالى ورسوله، محبتهم لإخوانهم المؤمنين وسلامة صدورهم، كذلك يؤثرون المهاجرين على أنفسهم. في هذه الآية أيضا يا شباب حث المسلم وترغيبه في حفظ نفسه من خلق الشيوخ. ننتقل إلى الآية 10، والذين جاءوا من بعدهم أي من بعد المهاجرين والأنصار، والمراد بهم من؟ التابعون. أحسنت، لهم بإحسان إلى يوم القيامة، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا أي بغضا وحقدا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم أي رؤوف أي ذو رأفة بخلقك، ورحيم أي ذو رحمة بمن تاب واستغفر من ذنوبه. في فوائد هذه الآية أيضا يا شباب، في عندي حاجتين: بيان صفة عظيمة من صفات المؤمنين الصادقين، وهي الدعاء لإخوانهم المؤمنين بالمغفرة وسلامة صدورهم من البغض والحقد عليهم. كذلك أن الطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من صفات أهل الإيمان. وبكده شباب نكون انتهينا من الدرس الأول من التفسير آية أو الآية 9 والآية 10 من سورة الحشر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.